فوجئ سكان مدينة فورت مورغان بولاية ألاباما الأمريكية برؤية حطام سفينة يعتقد أنها تعود لفترة الحرب الأهلية في القرن التاسع عشر على أحد شواطئ المدينة بعد انحسار الإعصار أيزاك. وساهمت قوة الرياح وغزارة الأمطار التي صاحبت أيزاك في إخراج هذا الأثر التاريخي من أعماق البحر، لكن بعض السكان رجحوا أن تكون السفينة قد استعملت لتهريب المشروبات الروحية أثناء فترة الحظر والتي دامت ما بين 1920 و 1933.